بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلت في إيجاد معادلة القطع الناقص إذا كان معطى اتنين معطى، ما ينفعش يكون واحد. أنا قلت في الحلقة اللي فاتت اتنين معطى. نشوف أنا معايا برضو ثلاث مسائل زي الثلاث مسائل اللي فاتوا بس بمعلومات أخرى. أول سؤال بيقول لي إذا كان الرأسان 13 وسالب 3 وسالب 7 وسالب 3، مين المتغير؟ الإكس المتغيرة. يبقى انا هرسم كده الاكس بتتغير كده، واكتب عند كلمه راسان اكتب حرف الايه، جزء جزء اترجمه. طيب 13 على اليمين يبقى دي 13 وسالب 3، وهنا هتبقى سالب 7 وسالب 3. احنا عارفين ان البؤره تقع في المنتصف، اسفه، المركز يقع في المنتصف وعلى أبعاد متساوية من الأطراف، يبقى ده المركز اللي هو H و K. المسافة من هنا لهنا هتبقى A والمسافة من هنا لهنا A. أول حاجة هجيب إحداثي نقطة المنتصف، إحداثي نقطة المنتصف اللي هي منتصف القطعة. هجيب الـ H، الاتش عبارة عنها اكس واحد زائد اكس اتنين على اتنين. الاكس واحد بسالب 7 زائد 13 على اتنين يديني كام يا ولاد؟ يديني 6. 6 تقسيم اتنين فيها التلاتة. طيب الكي ثابتة، الكي سالب 3 لان كده الواي مش بتتغير، بس زي ما تعودنا ان انا بقول واي واحد بس عشان اريحك. على اتنين تديني سالب 3 زائد سالب 3 على اتنين، يعني سالب 6 على اتنين تديني سالب 3. وبالتالي المركز H و K عبارة عن انه كم وكم يا اولاد؟ عبارة عن انه 3 لل H وسالب 3 لل K. طيب عشان اجيب المسافة ايه؟ اجيب المسافة ايه؟ احنا دلوقتي عرفنا ان النقطة دي اصبحت 3 وسالب 3. عشان اجيب المسافه ايه من هنا لهنا؟ الاشارات دي مختلفه، 3 وسالب 7، يبقى هنجمع لما تكون مختلفه. طب الناحيه الثانيه 13 و3 نفس الاشاره، يبقى اطرح. الاشارات مختلفه يبقى اجمع، الاشارات مختلفه اجمع، الاشارات متشابهه اطرح. يبقى هقول الايه، ايش معنى تنشر الايه؟ لان المسافه بين الراس والمركز اسمها ايه؟ يبقى ايه تساوي، يا اما اقول 3 اهي زائد 7 لما يكون الاشارات مختلفه بجمع، او الايه تساوي 13 ناقص 3. اذا كانت متشابهه اطرح، واطرح العدد الكبير ناقص العدد الصغير. في الحالتين هتبقى 10، في الحالتين 10. يبقى ايه تربيع ال10 يا اولاد؟ 100 اهي. يبقى انا جبت كده الايه تربيع. طبعا دي كانت الخطوه الاولى الرسم، جبت منها المركز اتش وكي، والخطوه الثانيه جبت الايه تربيع. طيب بعد كده قال لي البؤرتان. يعني ايه البؤرتان؟ اولا البؤرتان يقعوا مع المحور الكبير. البؤرتين رمز البؤرة سي، رمز البؤرة سي. أنا مش هرسم في نفس الرسمة عشان ما تتلخبطش، أنا هعمل رسمة تانية كده. يعني هنا هنا في بؤرة وهنا في بؤرة. البؤرة دي أهي، أهي البؤرة أهي. البؤرة دي إحداثيتها 11 وسالب 3، والبؤرة دي إحداثيتها سالب 5 وسالب 3. أنا مش محتاجة أجيب المركز لأن المركز أنا جبته، ولكن انا هحدده واكتب قيمته اللي هي 3 وسالب 3. طيب الجي البؤره الاولى اف 1 والبؤره الثانيه اف 2، واحنا قلنا من المركز للبؤره الرمز بتاعها سي، يبقى دي سي. يبقى سي تساوي ايه يا اولاد؟ الاشارتين دول زي بعض، يبقى هقول 11 ناقص 3. 11 ناقص 3 كام؟ 8. يبقى السي تربيع ب8 تربيع ب64. يبقى دي الخطوة الايه يا اولاد؟ التالتة. طيب الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة احنا عندنا ايه تربيع بتساوي ب تربيع زائد سي تربيع.
الاي تربيع ب 100 بتساوي البي تربيع مجهوله زائد ال 64. اودي ال 64 للطرف الثاني هتروح باشاره سالبه، يبقى 100 ناقص 64 تديني البي تربيع، يعني 36 بتساوي البي تربيع. الخطوه الخامسه والاخيره، الخطوه الخامسه والاخيره، طبعا الاتجاه افقي، يبقى الاكس تحتيها الاي، يبقى اكس ناقص اتش الكل تربيع على اي تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع تقسيم بي تربيع تساوي واحد، اياك ننسى تساوي واحد يا ولاد. يبقى اكس الاتش بكام يا ولاد؟ الاتش بتلاتة، يبقى ناقص تلاتة الكل تربيع. الاي تربيع بكام؟ بمية زائد واي ناقص كي، والكي بسالب تلاتة، سالب في سالب بموجب تلاتة الكل تربيع. البي تربيع بكام؟ بستة وتلاتين تساوي واحد. يبقى هي دي المعادلة المطلوبة. يا رب تكونوا فهمتوا يا ولاد. تعالوا ناخد المسألة التانية، نمسح من هناك كده، بصوا كده معايا وناخد معطيات جديدة وكلام جديد. أخدنا مرة المعطيات كان الرأسان، مرة أخدنا البؤرتان، مرة أخدنا رأسان المرافقان. دلوقتي بيقول لي عندي نهايتي، نهايتي إحداثي، نهايتي إحداثي، نهايتي المحور الأكبر عبارة عنها سالب 13 و2 و1 و2، وإحداثي نهايتي المحور الأصغر عبارة عن إنها سالب 6 و 4 وسالب 6 و 0. طالب مني معادلة المحور. أول خطوة من خطوات الحل كلمة محور أكبر يعني إيه؟ كلمة محور أصغر يعني بي. ما قاليش طول، لو قال لي طول كنت سميتها 2 A للكبير، ولو قال لي طول كنت قلت 2 B للصغير، لكن ده بيقول لي إحداثي إحداثي، عشان كده رمزت فقط بالرموز. مين اللي هنا ثابت؟ الثابت واي، والمتغير إكس. إكس بتتغير كده يا ولاد، العدد الكبير على اليمين للإكس والعدد الصغير على اليسار، يبقى هنا 1 و2، هنا سالب 13 و2، هنا المركز، المركز اللي هو اتش وكي، يبقى المسافة من هنا لهنا اسمها ايه؟ المسافة من هنا لهنا اسمها ايه؟ يبقى انا كده ماشية الخطوة الأولى، هجيب الاتش، الاتش اكس 1 زائد اكس 2 على 2 تديني سالب 12 على 2 تديني سالب 6. طب الكي، الكي ثابتة، 2 2 يبقى الكي ب 2، كأني بقول 2 زائد 2 على 2 تديني 4 على 2 تديني 2، يبقى المركز أصبح سالب 6 و 2. هاجي هنا عند المركز وأكتب سالب 6 و 2، أدي المركز. عايز أجيب الـ A، الخطوة التانية دي كده كلها خطوة أولى، الخطوة التانية الـ A دي سالبة ودي سالبة، لما يكون الإشارتين زي بعض أطرح، يبقى هقول 13 ناقص 6 تديني 7، أو 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 أهي أو إيه تساوي، لما يكون الإشارتين مختلفين أجمع، هنا 1 وهنا سالب 6، يعني بقول 1 زائد 6 يبقى 7، يبقى في الحالتين 7، يبقى الـ A دي ب 7، يبقى الـ A تربيع بكام يا أولاد؟ يبقى الـ A تربيع ب 49، لأن 7 ب 7 ب 49، خلاص؟ طيب هنيجي للفقرة اللي بعد كده، الفقرة الثالثة، مديني نهايتي المحوران، المحور الأصغر، نهايات المحور الأصغر. طيب المحور الأصغر كده، دايما يكون الكبير يبقى ده الصغير على طول، عمودي عليه. الثابت الإكس والمتغير الواي، العدد بتاع الواي الكبير فوق والصغير تحت، يبقى دي هتبقى سالب 6 و4، وهنا سالب 6 و0، اللي في الوسط
اتش وكي. خلاص انا جبت اتش وكي يا ولاد. الاتش بكام؟ سالب 6 و 2. طيب من هنا لهنا اسمها بي، لان اهي اهي الرمز اهو بي، من هنا لهنا بي. طب يبقى بي بتساوي كام؟ العددين دول زي بعض في الاشاره، يبقى هطرحهم، يبقى 4 كبير ناقص الصغير، يبقى بتساوي 2. يبقى البي تربيع ب 4، لان 2 في 2 ب 4، او تقول 2 ناقص 0، 2 ناقص 0 2. خلاص كده انا خلصت، عندي الاتش وعندي الكي وعندي الاي تربيع وعندي البي تربيع، جبت كل الشروط، ما فاضليش غير حاجه واحده، اكتب المعادله، الصوره القياسيه الاول. طبعا افقي، يبقى اخر حاجه الخطوه دي كانت الخطوه الثالثه، الخطوه الرابعه والاخيره، اكس ناقص اتش الكل تربيع على اي تربيع، زائد واي ناقص كي الكل تربيع على بي تربيع تساوي 1. ما تنسوش ده يا ولاد، اياك تنسوه. يبقى اكس الاتش بسالب 6، سالب في سالب بموجب 6، الكل تربيع على الاي تربيع، احنا جبنا الاي تربيع ب 49، يبقى على 49، زائد واي ناقص كي ناقص 2 الكل تربيع على بي تربيع ب 4 تساوي 1. تمام كده؟ فاضل لي مسألة في الجزء ده. خلاص؟ هعمل فيديو حالا بمسألة واحدة فيها إكمال مربع، وبعدين آخد النوع الثاني إن أنا أديك المعادلة وأبقى عايزة الصفات وكيفية الرسم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.